دلوقتي نبدأ نتابع أخبارنا مع حضراتكم، لأن النهاردة تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول جهود مكافحة الجراد الصحراوي، والتقرير اللي أعده الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والحشرات قال فيه أن بعض المناطق تعرضت للتكاثر الشتوية بجمهورية مصر العربية إلى أمطار خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2018، الأمر اللي أدى لتحسن الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي من رطوبة بالتربة وتوافر غطاء نباتي جيد. وقال كمان أن لجان المسح والاستكشاف رصدت سرب من الجراد الصحراوي الناضج جنسيا في حال التزاوج ووضع بيض في مساحة قدرت ب 900 هكتار جنوب شرق أبو رماد على ساحل البحر مباشرة، ويبعد عن الحدود السودانية بمسافة 35 كيلومتر تقريبا. خلونا نعرف التفاصيل عشان كلنا نطمن، لان احنا طبعا كلنا اول ما سمعنا يعني كلمه جراد بس كلنا توترنا. بينضم لنا هاتفيا الدكتور ممدوح السباعي رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات والحشرات وصاحب التقرير اللي تم اعداده. دكتور ممدوح مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك في الجمعه في مصر. مساء الخير يا فندم او على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، عايزه بقى اعرف منك التفاصيل مبدئيا، هل مساله انتشار الجراد دي بيكون فيها خطر؟ لان حضرتك عارف احنا لما بنسمع يعني اي جمله فيها جراد كلنا بنخاف جدا، فعايز اعرف من حضرتك يعني مدى خطوره كمان المساله. هو حضرتك مبدئيا كده يوم الثلاثاء اللي هو الموافق 29 يناير لجان المسح والاستكشاف في مناطق ابو رماد رصدت سرب جراد. طبعا السرب ده جاي من السودان، لان الرياح كانت يوم 27 و28 كانت رياح جنوبيه، فمن المحتمل قدومه من السودان. طبعا تم متابعه هذا السرب لحد مساء نفس الليله، وتم التعامل معه هنا وصوله على الارض. وطبعا انت عارفه سيادتك زي ما احنا قلنا كده ان هو في حاله تزاوج ووضع بيض، فهو وضع بيض في التربه، وطبعا بعد 15 يوم هيتم التعامل معه مره اخرى، لان البيض اللي موجود في التربه ده هيفقس وهيطلع حريات جديده فيتم التعامل معاها. هل بتكون الكميات كبيره جدا وفقا للسرب يعني اللي تم تحديده؟ هل الكميه اللي من المتوقع يعني بعد مساله التزاوج ان هي تنتج هتكون كميات كبيره يا دكتور ممدوح؟ احنا متابعينها وتم حصارها، خلاص احنا محددينها وعارفينها. يعني بعد 15 يوم هيتم التعامل معها مره اخرى. نعم. ثانيا احنا طبعا قواعد الجراد اللي منتشره، احنا عندنا خط دفاع اول. خط الدفاع الاول ده اللي هو قاعده جراد ابو رماد ديت، اللي هي طبعا اكتشفت هذا السرب بالمتابعه والاستكشاف اللي موجود رصدته. في عندي قاعدة تانية اللي هي قاعدة الشلاتين اللي هي خط الدفاع التاني، لو عدى أي حاجة من قاعدة جراد أبو رماد قاعدة جراد الشلاتين بتتابع هذا الموقف برضه وبتقضي عليه، وعندي قاعدة جراد تالتة اللي هو خط الدفاع التالت اللي هي قاعدة جراد مرسى علم، فإحنا متابعين الموقف أول بأول وفي استنفار على جميع القواعد وطبعا الآلات والمعدات والمبيدات وجاهزين لأي صد أي هجوم محتمل من الجراد خلال الفترة القادمة. طيب حضرتك قلت ان هم جم من السودان، ده معناه ان التعامل بيتم معاهم على حدود السودان يا دكتور ممدوح؟ لا احنا نبعد عن الحدود السودانية، احنا بنشتغل في ارضنا، احنا في ارضنا بس طبعا هم بيكافحوا عندهم، والسعوديه برضو نفس النظام واريتريا، لكن احنا اي حاجه بتخش الحدود المصريه احنا بنقدر نتعامل معاها. طيب علشان كل المحافظات كمان تكون مستعده يا دكتور ممدوح، في حاله ان في يعني اسراب اخرى من الجراد دخلت، من المتوقع انها بتهاجم اي محافظات يعني قبل محافظات اخرى؟ والله سيادتك يا استاذ ايمان، احنا طبعا زي ما انا قلت سيادتك كده خطوط الدفاع، احنا ان شاء الله باذن الله ما فيش اي حاجه هتخش وهتوصل الدلتا، لان احنا عاملين خطوط دفاع على الحدود. نعم. فباذن الله ما فيش اي حاجه داخله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ممدوح السباعي رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات والحشرات، شكرا جزيلا يا دكتور.